معانا قصة تحدي على مستوى عالمي، بطلتها بسمة رمضان. بسمة رمضان هي لعيبة منتخب مصر للناشئين في لعبة رفع الأثقال. هي بسمة قدرت أن تحقق المركز الثالث عالميا، وقدرت أن تحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب واللي استضافتها دولة ألبانيا. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. مركز متقدم على مستوى العالم حققته الطالبة بسمة رمضان لاعبة منتخب مصر للناشئين في لعبة رفع الأثقال بعد فوزها بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم للشباب التي استضافتها دولة ألبانيا. استطاعت الناشئة بسمة رمضان من مواليد عام 2009 أن ترفع علم مصر في البطولة الدولية بعدما تمكنت من حصد برونزية بطولة العالم للناشئات تحت 17 عاماً في إطار منافسات وزن 40 كيلوغرام، وتعد هذه أول مشاركة للبطلة في المنافسات الدولية. جاءت تفاصيل تتويج بسمة رمضان ابنة محافظة بني سويف بالميدالية البرونزية بعدما اعتبر طاقم التحكيم رفعتها في الخطف التي وصلت إلى 47 كيلوغراماً غير صحيحة قبل أن ترفع 66 كيلوغراماً في منافسات النتر متساوية مع صاحبة الميدالية الفضية لتحصد برونزية بطولة العالم التي أقيمت في ألبانيا. وقبل مشاركة البطلة المصرية في بطولة العالم كانت قد فازت بالمركز الأول في البطولة العربية في لعبة رفع الأثقال في ميزان 45 كيلوغراماً مع حصولها على 3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر التي استضافتها دولة سوريا في يناير الماضي. خلينا نروح للبطلة بسمة رمضان اللي فازت بالمركز الثالث عالميا واللي حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب. بنبارك ليها ونرحب بيها ونقول لها ألف مبروك معنا، وأهلا بيكي في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك يا بسمة. أهلا بيك. ألف مبروك. سامعاني يا بسمة؟ أيوة معاك، من الشغل متقطع بس. طيب مبروك أول حاجة، ومبسوطين بيكي جدا جدا، وعايزين نعرف منك كده في البداية أو قبل كل حاجة قبل ما نسألك أي سؤال، كنت حاسة إنك هتكسبي؟ كنت حاسة إن أنت هتفوزي بمركز متقدم في البطولة، ولا كنت شايفة إن هي حاجة صعبة بالذات إن البطولة دي بطولة عالمية؟ يعني كلمينا عنها أكتر. لا أنا ما كنتش حاسة إنني يعني إن أنا تبقى أجيب ميدالية وكده، لأن هي البطولة فعلا كانت صعبة. بطولة كانت صعبة. أيوه. كانت صعبة إزاي؟ من أي ناحية تحديدا؟ يعني عشان توصلي لحاجة زي كده وتسافري ألمانيا ألبانيا عملتي إيه؟ يعني كانت صعبة من ناحية أما العيال اللي كانوا معايا، كانت دول كتيرة كانت معايا، وكان الماتش ذات نفسه صعب والدول كتير والعيال كانت جامدة معايا. طب محدش يعني وانت كده بتجربي تلعبي اللعبة دي من الأول خالص كده مامتك ما قالتلكيش يا بنتي اللعبة صعبة، اختاري لك حاجة سهلة شوية؟ لا ده بفضل الكباتن اللي معاي. طب يعني بدأتي تلعبي طب من امتى؟ من وانت عندك كام سنة؟ أنا بدأت ألعب من وانا عندي 10 سنين. من 3 سنين يعني، انت دلوقتي 13 تقريبا صح؟ أيوة. طب حلوة قوي، في 3 سنين قدرتي انك تحققي بطولة مهمة جدا. الحمد لله. الحمد لله. طب يعني كلمينا عن البطولة، ازاي سافرتي ألبانيا؟ مين هم اللاعبين اللي كانوا يعني جامدين جدا، دولهم مأهلاهم كويس؟ لقيتي مين الدول اللي عاملة يعني تدريب كويس لاعبتها، وانت كنت عاملة ازاي وقدرتي ازاي ترفعي علم مصر في البطولة دي؟ بفضل ربنا اولا وبفضل الكباتن من بعديه، والحمد لله انا قدرت اجيب ميداليه برضو. يعني العيال اللي معايا اللي كانوا واخدين معايا ميداليات كان من بلد بره، واللي كانت واخده اللي كانوا معايا كانت من كندا وتركيا والهند. مين قدوتك في اللعبه يا بسمه؟ مين اللي انت بتقولي انا عايزه اكون زيه؟ ساره سمير. حلو جميل. والدك ووالدتك ما كانش عندهم اعتراض في البداية بنت وتشيل أثقال وتسافر؟ لا. قالوا لك إيه؟ شجعوك إزاي يعني؟
كانوا بيشجعوني. ايوه ازاي؟ كلمينا طيب شوي. يعني كانوا بيشجعوني، كانوا بيخلوني ان انا اعمل الافضل، وبيقولوا يعني اللي هو تركز وتعمل، يعني عارفين ان انا بقى حابه اللعبه دي، فبيقولوا كمل فيها وبيشجعوني. طب بس ما بيني وبينك كده ومش هقول لحد، عامله ايه في دراستك؟ شاطرة في المدرسة، عارفة تجيبي درجات حلوة في الدراسة، ولا مهتمية أكتر بالرياضة بتاعتك؟ وما بتوع المدرسة واقفين معايا، وأنا في المنتخب هناك لما بناخد يومين أجازة اللي هو التلات والجمعة بتبقى بذاكر فيهم. يعني قالوا لك إيه في المدرسة؟ رحبوا أصحابك المدرسين؟ كلمينا كده يا بسمة، إيه اللي حصل؟ ايوه هما فرحانين بيا هناك. احنا فرحانين بيكي كمان يا بسمه، وانتي جميله وقمر ورفعتي علم مصر، ومبسوطين بيكي جدا جدا، وعشان كده انتي كنتي معانا في هذه المكالمه. بنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي، يا رب نشوفك كده احسن واحسن وفي ارفع المناصب في المستقبل ان شاء الله، ودايما كده علم مصر مرفوع في كل العالم. بنشكرك بسمه رمضان، لاعبه منتخب مصر للناشئين في لعبه رفع الاثقال.